انت اصلا عايز تعمل بيها ايه؟ عاوز اعمل بيها حاجة، عاوز اعمل مكنة سواقة، عاوز اعمل حاجات زي دي كده، اودي تمام. ممكن تعمل كل دول عادي، مفيش مشكلة خالص، بس انت لازم تتعلم الاول. طب ما انا متعلم اصلا وعاوز اعمل يلا. لا انت عارف ده اسمه ايه اصلا؟ بامبو. المخروبة دي مش عاوزة جد، سواء بيعلمني حاجة تانية. ايه المكنة دي؟ بامبو. يعني عايزين نعمل اباجورات وفوانيس رمضان وكده. طب اعمل لي فانوس. الله، كنت تفكر في كده من الاول. ايه ده استنى يا ترى يا ابو الصحاب. انا هعمل فانوس من دي. فانوس؟ طب ايه توريني، استنى البس الخوذة عشان اتفرج عليك واتعلم. ماشي. تعرف لما بتفرج على حد وبقول له انا عاوز اعمل حاجة بتعلم. كل يوم هجيلك هجدي دلوقتي عشان اتفرج عليك عشان نتعلم احنا الاثنين. ماشي؟ بص انا جيت هنا البس الخوذة للخاطر. طب انا اعمل ايه؟ هننضفها الاول بس عشان هي مش نظيفة من جوه. عادي. ايه رأيك؟ مية مية. تعالى نعمل الناحية التانية؟ ماشي. ايه. تعالى هنا. ايه. ماشي. استنى اجيبها يا بص اهو. عاوزين نعملها واحدة تانية؟ دي اللي انا متعكري على القهوة. الناس دي فاهمة غلط يا مالك، الناس دي فاهمة غلط. كل الناس دي فاهمة غلط. فهماني غلط. والله فهماني غلط. كفاية كده ولا ايه؟ لا استنى كمان شوية. ماشي. طب خلي بالك صباعك. المفروض ابقى لابس الجلافز واحنا شغالين. طب استنى البسه. لا لا يا صاحبي خايف عليك. خلاص كده يا صاحبي دي اتنضفت، دي كده جاهزه لان هي تتعمل الفانوس. استنى اجيب التانيه عشان مش نضفتها من الوش. اهي. استنى اعمل استنى. كنت هتقلب اموت. يا عم بعد الشر عليك، ما تقولش كده، ربنا يديك طول العمر يا عم مالك. خد ايدك. هي دي مكنة؟ اوعى تكون مرت مجاري. لا ما مرتش على مجاري ولا مرة. دي 28 سنتي، نص ال 28 كام؟ ده بامبو. ده بامبو. لا لا انا اللي هلبسه ده عشان مبلول، هلبسه عشان مبلول. انت تلبسه وهو مبلول؟ بعرف البسه وهو مبلول. اتفضل البسه وهو مبلول. طب دي هتكفيني ازاي بقى؟ شغال كده. بس هتنفع. خلاص بس كده، دي تمام، دي تمام، دي زي الفل. ماشي.